المتتبعين لهذا الأسرة. كما كتشوفوا أختي أخوتي وخواتاتي، اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، الساعة 4 مساء. أنا كنصور لكم هذا الفيديو من المستشفى ديال الأمراض الصدرية، مستشفى مولاي يوسف بمدينة سهلة. هاهي رفيقة كما كتشوفوا معنا الخوت، هاهي جبناها في واحد الحالة سيئة، وكما كتشوفوا أخوتي هاهي الآن دايرة الماسك ديالها ديال الأكسجين، ودايرة لها السيرو ديال القوة. ومن ثم كما كتشوفوا أخوتي السيرو ديال القوة والأكسجين. ومن ثم أخوتي وخواتاتي كما كتشوفوا الأخت رفيقة هي، ودعوا معها والله يجازيكم وشكرا لكم، وتحية كبيرة وغالية لجميع الإخوان والأخوات المتتبعين.